السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنتكلم على السحاب اللي موجود أو السكاي اللي موجود. طبعا أنت تقدر تختار الوقت، تخليه الصبح أو بالليل من السن هاي بالشكل دوت. تقدر تتحكم في السان بريتنس زي ما أنت شايف. كمية السحاب تقدر تزودها وتقدر تقللها. طيب، وتقدر تتحكم في اتجاه الشمس. عندي هنا ريال سكاي، بتقول له ريال سكاي فبيقفل لك دول وبيبدأ يتحكم من هنا. تختار سكاي من دول، هو اوتوماتيك بيبدأ يشوف انت عايز انهي اعدادات ويبدأ يحطها. دي صور حقيقية، يعني خلينا نختار مثلا كلاودلي تبقى بالشكل دوت. يبدأ يحط لك السحاب اللي هم صوروه فوق بالشكل ده. طيب، هل في إمكانية إن احنا نغير برضو؟ خلينا نلغي ديت. ممكن أجي هنا سواء في الفوتو أو في الموفي، بس أنا أفضل الموفي، وأجي هنا وأقول له ريكورد، وبتبدأ بقى تاخد اللقطة. تقدر تظبط الهوريزونتال إي ليفل، سيت إي ليفل، بس أنا عايز أشوف السماء أكتر. هبدأ أخد لقطة، وخدت لقطة كمان، وخلي هنا مثلا ثانيتين بدل 4 ثواني، واقول له اوكي. تقدر تكون مغير الكاميرا بحيث تبقى فيه حركة، انا مش محتاج الحركة دلوقتي. هاجي هنا اقول له اد افكت، واجي هنا عند سكاي وابدا اقول له ريال سكاي. جاب لي ريال سكاي، هتلاقي نفس الصور اللي موجودة هناك. بس الميزة الحلوة بقى ان انت تقدر تتحكم في الهيدنج بتاعتها، تقدر تتحكم في البريتنس. يعني خلينا نقلل البريتنس، هتلاقي الدنيا بقت غامقة شوية. طب فتحها، هنظبطها. اوفر اول بريتنس بيبقى على الصورة كلها. تقدر تعكس السماء بالشكل دوت. طيب، خلينا نلغي دوت، او خلينا ما نلغوش ونشوف اللي هيحصل. لو انا ضفت افكت تاني زي سكاي اند كلاود، تمام، واحد فيهم لازم يتلغي، يعني هو لغالي دوت. طب خليني الغي دوت وده يشتغل. هيقول لي البوزيشن، تقدر تعدل البوزيشن. كلاود سبيد، تزود السرعة بتاعت الكلاود. ماستر كلاود اماونت، تقدر تزوده بالشكل دوت. طيب، انا عايز اخلي فيه تغير في اللقطة اللي احنا بناخدها، فخليني اجي هنا في الاول خالص، والماستر كلاود اماونت هقول له كرييت كي فريم، وبعد كده هاجي هنا في النص، وهاجي هنا هقول له كرييت كي فريم، وهقلل الكلاود، وبعد كده هاجي في الاخر خالص بقول له اعمل لي ماستر كلاود اماونت وازود الكلاود بالشكل دوت، واقول له شغل. فهتلاقي في الاول السحاب قليل، ولما يجي هنا يفطر، وبعد كده يقل تاني. فانت بتقدر تتحكم فيها حسب هنا تقدر تقول وريني البريفس كي كلاود، كان هنا كتير، تمام. طب في النص كنا عاملينه قليل خالص، ممكن نقوله في الاخر بقى كتير، تمام. طيب، ممكن تقول له اللو كلاود اللي هي السحاب اللي قريب اهوت، والهاي كلاود اللي هي الحاجات اللي بعيدة فوق دي، برضو ممكن نعمل لها. نقول له مثلا هات لي هنا في الاول خالص اعمل لها كي فريم، ولو جينا هنا انا اعمل لها كي فريم تاني، ونبدا نغير فيها زي ما احنا عايزين. ولو نيجي هنا في الاخر نبدا نتحكم برضو في الهاي كلاود، نبدأ نزودها بشكل دوت. فلما تيجي تتفرج على الحاجة يبدأ الكلاود يظهر معاك في الفيديو بتاعك. طيب، هتلاقي عندك بقى برضو البريتنس، الدايركشن ده الاتجاه اللي بيمشي فيه الريح. في كلاود سوفتنس، يعني الحواف هتبقى الموجودة للصبح ولا هتبقى ناعمة.
السكاي بريتنس، الكلاود بريسيت، هتلاقي بريتنس دي اللوحة كلها بالشكل ده. طيب ممكن نبص كده في مثلا عندك ايه تاني، ممكن تقول له مثلا القمر او الهوريزونتال كلاود، تمام، تقدر تتحكم في الحجم بتاعه في التايب. نقدر نلغي يعني لو في واحد فيهم شغالة تقدر تلغيها، تمام. تقدر تيجي هنا وتبدأ تشوف الفوليوم كلاود، ممكن نلغي الاثنين دول نعملهم سيبل عشان يبقى التأثير بتاع ده يظهر اكتر. تقدر تطلعه وتنزله الحجم بتاع الكلاود، الارتفاع بتاعه، البوزيشن، زي ما انت شايف بنبدأ نحركه زي ما احنا عايزين، السرعة بتاعته، البريتنس، وهكذا. فدي أهم الحاجات اللي موجودة في السكاي، زي ما انت شايف عناصر غنية جدا تخلي السحب حية في الفيديو.